سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نجيب فيه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم شيخنا. نواصل الإجابة عن الأسئلة، وأبدأ بسؤال الأخ من الحلقة الماضية، الأخ حسين العلوان يسأل عن توزيع الميراث في حياة الأب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمسألة الميراث لا يسمى ميراثا، والتركة لا تسمى تركة إلا بعد وفاة صاحبها، بعد وفاة المورث. أما من قسم أمواله وهو حي يملك أمره، ولا يمكن لأحد أن يجبره على فعل شيء، فهذا ليس ميراثا، إما بيع وإما شراء، بيع وشراء، وإما يعني هدية، وإما هبة أو شيء من هذا القبيل. فهذا الذي قسم أمواله بين أولاده مثلا، كأكد الافتراض السؤال. نعم، بين أولاده، نعم، فهذا ما يكون من قبيل الهبات، يعني وهب أولاده ما يملك فقسم هذه الهبات بينهم. وهذه صحيحة، نعم، لكن بشرط أن تحاز، بشرط أن يحوز المهدى لهم هذه الهدية أو هذه الهبة، فيتصرفون فيها مما يدل على أنهم ملاكها، إما بتسييج الأرض أو بتقليم الأظفار كما ذكرنا سابقا، أو بما يشابه ذلك. نعم. نعم. طيب، أحد الإخوة يسأل عن حكم ممارسة رياضة تسمى رياضة اليوغا، لأنه في بعض الأقوال يقال إنها مرتبطة ببعض الديانات البوذية والهندوسية كطقوس يمارسونها، فهل يجوز ممارسة مثل هذه الرياضات اللي مرتبطة بمثل هذه الديانات؟ إذا كان كما قال السائل، لا، هذه تكون ممنوعة لأنها فيها تشبه بهؤلاء القوم، وخصوصا الأشياء التي لها علاقة بدين ولو من بعيد، فلا يجب على المسلم أن يقربها. أما إذا كان لا صلة لها بذلك، أنا لا أعرف حقيقة الحق، وهو يعني لابد من معرفة حقيقة الشيء. نعم. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. فإذا كان كما قال السائل، ما زلت أسمع من الناس بأن لها علاقة، نعم، بقضية بعض الديانات في الهند وما شبهها. نعم. طيب، الأخ إبراهيم، إحدى الأخوات تسأل عن، تقول قبل حوالي 33 عام تقريبا دخل على أمها شهر رمضان، وقد كانت ولدت ولم تتم 40 يوما لأنها نفساء، الجيران قالوا لها لا يصح الصيام قبل 40، فأفطرت يومين، ثم بعد ذلك قضت هذه الأيام، هل عليها شيء أم فدية؟ بارك الله فيكم. لا لا لا، ليس عليها شيء، هي هذه الأغلاط عند الناس في قضية أن النفاس مربوط بعدد 40 يوما، هذا غلط. لا الحيض مربوط بأيام معينة، ولا النفاس مربوط بأيام معينة، وإنما متى ينقطع الدم عنهما فقد طهرتا، يصح أن تصليا وأن تصوم إلى آخره. نعم. نعم. طيب، معنا اتصال الأخ حاتم من البيضاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام، تفضل أخ حاتم.
بارك الله فيك. هذا برنامج رائع صراحة يعني. اللهم أمين، بارك الله فيك وأنت كذلك. عندي سؤال واحد اللي هو على زكاة الفطر للشيخ. تفضل. زكاة الفطر للشيخ، أنا أقول بنفس الشيخ. تفضل، نسمع فيك، تفضل. تمام. طبعا هي الزكاة، طبعا الزكاة من مجموعة 4 أو 5 أشخاص. طيب. ونبي نعطيها لشخص واحد يستحق بالزكاة الفطر هذه، نقدر نقول له هذه من فلان وفلان وفلان، والله نعطيها له ومن تم ساخن خلاص. يعني انت عندك سؤالان، الاول ان هل تعطيها لشخص واحد ولا لا، والثاني هل لازم تقول له من فلان وفلان وفلان، والله يمكن ان تعطيها له دون ان تذكر اسماء المتصدقين بها. وبالضبط هذا سؤالي فقط. طيب، جاوبك الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله. وفيك بارك الله. طيب شيخنا، إحدى الأخوات أو الإخوة تقول، الأخوات تقول رأت الطهرة قبل المغرب، هل تبدأ الصيام أو تكمل الأكل وتبدأ من اليوم التالي؟ تكمل الصيام. نعم. لا، هي رأت، تقول رأت الطهر، كانت حائض ورأت الطهر قبل المغرب، كانت مفطرة هي. تسأل هل تتوقف عن؟ لا لا لا، ما توقفش. نعم. تكمل إفطارها وتبدأ الصيام من الغد. نعم نعم. الأخت فاطمة تقول شخص والده قبل أن يتوفى ترك وصية قال فيها لا تتزوج حتى تتزوج أخواتك، وإلى الآن لا، يعني تزوج أخواته إلا واحدة وتجاوزت 40 عام ولم تتزوج. السؤال، هل هذا الشخص إذا أراد أن يتزوج يمكن أن يخالف وصية والده بذلك؟ لا 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 لا، لا يخالف وصية والده. لأن الزواج هذا لا تعرفه يعني أسبابه وكذا. بعض الناس لا يتزوجون إلا في أعمار متقدمة جدا، وبعضهم يفوته كما يقال قطار الزواج، لا يستطيع، خصوصا النساء. فإذا ربطنا الرجال بقضية حتى يتزوج النساء لهذا غلط، وإنما حتى مقصود الوالد رحمة الله عليه، مقصود الوالد هو يعني إذا لا يترك أخواته حتى يعني يتزوجنا، هذا المقصود، وليس مقصود ألا تتزوج أبدا حتى تتزوج أخواتك بالفعل قبلك، لأن هذه ليس ممكنة، لا يملكها هو. نعم. طيب، أحد إحدى الأخوات تقول عندها مصحف فيه ورقات ممزقة، هل يصح أن تلصقه بلاصق الكراسات المدرسية، أم هناك يعني فيه محذور شرعي إلصاق أوراق المصحف؟ لا، هو لا محذورة في قضية إصلاح المصحف بأي طريقة، لكن أنا مش عارف ليش السؤال هو يعني هل هناك كتابة في المصحف انتاع الكراسات أم ماذا؟ ما مش واضح. لا أعرف إذا كان فيها، إذا كان ما فيش وسيلة إلا هذه فلا بأس بها، يمكن إلصاقها بأي طريقة على كل حال. نعم، للقراءة فيه ولصونه عن الفساد، فلا إشكال إن شاء الله. نعم. معنا اتصال الأخ فاضل من جالو. السلام عليكم. أهلا. السلام. تفضل أخ فاضل. بالنسبة للشيخ، المرة اللي فاتت في واحد سئلة عن قضية قتل هل ربي يغفر أو لا، شوي الشيخ علق له وقال له إنه خير، قال فيه ذنوب لو تكررت عمد ما يغفرها ترتب صحيح يعني ولا لا؟ الشيخ شن قال؟ معليش عاود. قال في ذنوب لو تكررت عمد ربي ما يغفرهاش. لو تكررت عمد ربي ما يغفرهاش. ايه، كيف فسرها لي شويه. طيب، انت تقصد عندي سؤال ثاني، عاد نقرا من القران من المصحف بدون وضوء. من غير وضوء. طيب، يجاوبك الشيخ ان شاء الله، فيك بارك الله. طيب يا اخ فاضل. طيب شيخنا، الأخ عبد الرزاق يقول هو حلاق يعمل في حلاقة الشعر، ويجبر أحيانا أن يحلق للزبائن لحاهم إذا أرادوا ذلك، فيسأل مقابل حلق اللحية هل هو حلال أم حرام؟
حلق اللحى يعني. نعم. لا هذا حرام طبعا. سواء فعلته بنفسك أو فعلته بغيرك فقد ارتكبت حرمة. لكن لا أعرف هل القوانين التي هي التي تجبر صاحب المحل على أن يحلق للناس لحاهم أو لا تتحكم فيه. إذا كانت تتحكم فيه يحلق الشعر الآخر فقط ويترك اللحى لا يقربها، وإذا كانت تتحكم فيه نقول له هذه يعني صنعة لا يقرها الشرع، ولكن لا نقول لك اترك هذه الصنعة التي تختاتي منها فورا، بل فتش عن مسألة أخرى أو صنعة أخرى حتى يتوفر ذلك وتكون لك أموالك حلالا إن شاء الله. هو كأن مقصد السؤال أنه هو هذه عادة الحلاقين، أن أي واحد يشتغل في الحلاقة ما يقدرش يقول له مثلا أنا أحلق شعر الرأس فقط ولا أحلق شعر اللحية، فهو يشتغل في حلاق يأتيه الزبائن من كل مكان فما يقدرش يتحكم فيها هذه المسألة. نعم، ولكن مع ذلك ليس حلالا، فلا بد أن يبحث عن نفسه عن وسيلة أخرى إذا كان هو يضطر اضطرار كما ذكرنا. وهذه المسألة التي ذكرتم يعني من الأمور التي يضطر فيها الإنسان إلى أن يحرق الناس لحاهم. نعم، ولذلك هذا يلزم يفتش عن صنعة أخرى قبل أن يترك. نعم. طيب معنا اتصال الأخ سالم من مسلات. السلام عليكم. السلام عليكم أخ سالم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ مرحبتين بك، تفضل. الله يبارك فيك أستاذ صهيب، كيف حالك أنت؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله، بارك الله فيكم. صحتكم طيب. الحمد لله، بارك الله فيكم. سلامي ليك وللشيخ حمزة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ويسلم عليك. لك سالم العرق. سلم عليك سالم العرق من مسلاته. السلام عليكم. وللشيخ، الشيخ ولا دعواتك لنا لتعجيل الشفاء ان شاء الله شيخ حمزه، بارك الله فيك. ان شاء الله، بارك الله فيكم اخ سالم، جزاكم الله على برنامجكم ان شاء الله، بارك فيكم. اللهم امين وياك، الله يحفظك، بارك الله فيك. الشيخ عنده علم، هو يعني المده الماضيه وقال لك، سالم دعوات لنا يا شيخ بالشفاء العاجل ان شاء الله، ربي يشفيك ويعافيك باذن الله تعالى. جزاك ان شاء الله، ربي يتمم عليكم بالشفاء. بارك الله فيكم على برنامجكم وان شاء الله في ميزان حسنات. اللهم امين واياك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. ربي يجازيكم على كل حرف 100,000 حسنه يا الله الكريم. امين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. كل عام وانت بخير، بارك الله فيك، شكرا على الاتصال، بارك الله فيك. كل عام وانت بخير، شكرا. يطلب منكم الاخ سالم الدعاء له بالشفاء، قال ربي يشفي ان شاء الله. اللهم امين يا رب. الأخ محمد أظن يسأل، هل رفع اليدين في الركوع والرفع منه من صفة الصلاة؟ رفع اليدين في الركوع والرفع منها مسألة مختلف فيها، يعني بعض العلماء عندهم من أوصاف الصلاة أو من سننها والأقل من مستحباتها، وبعضهم يرى أنها مكروهة وليس من ذلك. على كل حال رفع اليدين خلنا نختصره في الآتي. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا عند الجميع يعني بين السنة والمستحب، إلا الإباضية عندهم لا يصح ذلك، لأن هذه من الأمور التي تبطل الصلاة، لأن حركة ليست من جنس الصلاة. هذه كما يرى بعض الناس أيضا أن تحريك الأصبع في التشهد ليس من جنس الصلاة وأنه يؤثر في بطلانها. أما بالنسبة لبقية العلماء يعني يختلفون، المالكية عندهم مكروه رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، والشافعية عندهم يعني سنة رفع اليدين حتى من غير تكبيرة الإحرام، والحنابلة كذلك، والأحناف لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الإحرام. نعم. نعم، على خلاف بين العلماء يعني الأمر نعم فيها خلاف الأمر نعم. فيها متفق. لكن مشهور مذهب بالك ذكرتم أنه لا يرفع مشهور ولا في الرفع. طيب معنا اتصال الأخ محمد من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ محمد.
كيف الحال؟ كل عام وانت بخير ان شاء الله، بارك الله فيك. او تحيه للشيخ، حياك الله، بارك الله فيك. تحيه للشيخ في الجانب الشيخ محمد ابو، اخ محمد الصوت فيه تقطع عندي. اني نبي نحيي الشيخ حمزه ربي يطول في عمرك. اللهم امين، بارك الله فيك واياكم ان شاء الله. ونبي الشيخ بالشيخ العادل يدعو يدعي بالشفاء العادل عليك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله. وان شاء الله ربي يطول عمرك يا شيخ حمزه ان شاء الله. امين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا اخ محمد. اتصال آخر. طيب، هذا الأخ محمد يسلم عليكم ويدعو الله لكم بطول العمر ويطلب منكم الدعاء له بالشفاء العاجل أيضا. ربي يشفيه إن شاء الله ووفقنا وإياه لصالح القول والعمل إن شاء الله. اللهم آمين، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، من الأسئلة أيضا إحدى الأخوات تقول: هل رضا الزوج أهم من رضا الأب؟ نعم. نعم. الأخت سومة تسأل عن حكم تذوق الطعام بطرف اللسان دون بلع الطعام في نهار رمضان، ما يحصل للنساء؟ هذا ذكرناه احنا، قلنا ما عند المالكية مكروه فقط، مكروه ولكنه لا يبطل الصيام. نعم. الأخت ياسمين تقول: أمها بسبب طلاق أخي لزوجته، وطبعا أهل زوجته ممنوع من رؤية أبنائه إلا عن طريق المحكمة، وأمي السؤال غير واضح يا أخت ياسمين، يا ريت تعيدي السؤال، تكتبي السؤال مرة ثانية أو تتصلي بينا عشان نفهم السؤال أفضل. طيب، من معي؟ عمران من سرت. السلام عليكم، تفضل أخ عمران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخو، كيف حالك؟ مرحبتين بيك، تفضل أخ عمران. مرحبتين بيك، كيف أخبارك؟ الله يسلمك. نسأل بالله يا شيخ على البرنامج النخامة. في البعض يقول كان من الأمس نزلت الحنجرة تفطر، وفي من البعض يقول لا ما أنت فتح. طيب، يجاوبك الشيخ إن شاء الله. هو الشيخ تحدث عنها أكثر من مرة وقال إن قال إنها عند المالكية غير مفطرة، يعني على أي الأحوال. إن شاء الله يا شيخ. عن النخامة يسأل. عن النخامة يسأل، فتحدثنا عنها أكثر من مرة. نعم. طيب، شيخنا الأخ إحدى الأخوات تقول مش متوضية وكان جنبها مصحف فنقلته، هذا سؤال تكرر كثيرا، قضية نقل المصحف دون وضوء، مش القراءة فيه، يعني أخذه نقله من مكان إلى آخر، هل يصح هذا أم لا؟ لا يصح على غير وضوء إلا إذا كانت مضطرة إلى ذلك الخوف عليه من العبث أو الوسخ أو شيء من القبيل، أو الأطفال ليتناولونه، أو أحد غير المسلمين يمسه وغير ذلك، يجوز حتى تغيير قبل أن يتوضأ. لكن إذا كان بغير ذلك للنقل فقط فهذا لابد أن يكون على وضوء، هذا رأي أكثر العلماء. نعم. نعم. طيب، معنا الأخت زينب من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم أخت زينب. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضلي. بلغنا نسأل الشيخ عن زكاة الذهب. زكاة الذهب، أني لما وزنت الذهب قالي بلغ النصاب طلع 31,000، وسألت أكثر الذهب ثاني قالي لا مش بلغ النصاب. كم جرام هو كان؟ ما نعرفش، لكن كانت حسبته 31,000. 31,000 دينار ليبي عند أيوة. عند الاثنين، هم الاثنين نفس المبلغ تقريبا. لا نفس المبلغ أيوة. لكن واحد قال لك بلغ النصاب وواحد قال لك لا. أيوة. طيب، يجاوبك الشيخ بإذن الله تعالى. الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت مبروكة تسأل تقول شخص مرض بالسحر وجعله هذا السحر يترك الصلاة وصام رمضان دون صلاة ومن ثم شفاه الله ورجع إلى صلاته وعبادة الله، ما حكم تركه للصلاة تحت تأثير السحر كما تقول؟ والله يعني إذا كان هذا هو اللي أثر عليه بالفعل، يعني كأن تدخل السحر فيعني جعله يترك الصلاة، معنى هذا رغم أنفه، ولكن هل معنى ذلك أنه لا يقضي هذه الصلوات على من يرى قضاءها؟ لا، بل يقضيها. نعم، ما إذا انتبه إلى ذلك قبل الوفاة لابد أن يقضي هذه الصلاة على رأي جمهور العلماء. نعم، هو 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 السحر إذا صح أن له هذا التأثير، يعني على أي الأحوال يقاس؟ يعني يقاس على حال السكران ولا حال المغمى عليه حتى تناط به مثل هذه الأحكام؟ لا 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 لا، هو لا يناط بحال المغمى عليه، لأن المغمى عليه تسقط عنه الصلاة. نعم، ولا يسقط عنه الصيام بطبيعة الحال، لكن هذا الذي سحر إذا كان الحقيقة هكذا فلا بد من الإتيان به. نعم نعم، لكن كيف يمنعه عن الصلاة ولا يمنعه عن الصيام؟ أجن يحب الصيام هذا اللي سحره، ف يعني أحيانا يكون هذا من التهيؤات مش حقيقة، لا سحر ولا شيء يكون أحيانا. ربما على كل حال واجب عليه أن يرد هذه الصلوات. نعم. طيب، إحدى الأخوات تقول إذا أرادت أخذ الفتوى من أحد المواقع في الإنترنت كيف يمكن أن تتعرف على هذا الشيخ، وهل هو يعني موثوق فيه وفي علمه أم لا؟ هذه لا أستطيع أن أفتي فيها ولا أستطيع أن أتحدث فيها، هذه القضية لا من الإنترنت ولا حتى من الأشخاص، بل قالوا إذا أردت أن تأخذ الفتوى من أحد الناس لابد أن يتوفر فيه شرطان: العلم والورع. العلم يمنعه من الإفتاء لك بالجهل أو بشيء غير موجود، والورع يمنعه من الإفتاء بغير علم. نعم. طيب، معنا اتصال الأخت ساجدة من قصر بن غشير. السلام عليكم ماجدة. أتفضل أخت ماجدة. أيوه، نفس قضية تشريف، أنا عندي مبلغ زكاة لأمي. طيب، يعني محصلة من ورثة من زوجي، مناعي يشيل الحياة. يعني أنت تطلعي صدقة على روح أمك ولا أنت تطلعي صدقة بدل أمك؟ لا أمي يعني شيني بنطلع لها هي، فأمي الصائمة خاصة رمضان كبيرة ما تستطيعش الصيام، تطلع لها الفطرة. تطلع عليها الفطرة والفدية اللي بدل الصوم ولا لا؟ إيه بدل الصوم. إيه طيب، يجاوبك الشيخ شو؟ فلوس محصلة من معناها جزء من ورثة من حصص راجل، يعني أربعة. إيه، لكن أنت ملكتي هذه الأموال الآن، هي من نصيبك، من نصيب الميراث. إيه. يجاوبك الشيخ بإذن الله تعالى. إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم. أحد الإخوة شيخنا يسأل يقول دخل المصلي المسجد فوجد الإمام في التشهد، فهل يقرأ معهم التشهد الأول أم الثاني؟ يعني ما هوش عارف هل هو في جلسة الاستراحة بين التشهد الأول والثاني. يدخل مع الإمام وضروري بيتشهد، لأن هذا أحسن له. على كل حال، مهما كان هل هو التشهد الأول ولا الثاني، النتيجة واحدة، ومن المستحسن كما يقول الفقهاء أن يبقى يتشهد حتى بالزيادة بالدعاء وغيره، حتى ولو أطال الإمام في تشهده فما فيش مشكلة. هذا نعم. طيب شيخنا، نستأذنك في الذهاب إلى فاصل ومن ثم نواصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. عن القيم وعن مصدريتها وأهميتها بالنسبة للأفراد والمجتمعات، وعن خطورة بقاء المجتمع دون منظومة أو دون مشروع يعتني أو يعنى بمنظومة القيم. من هو المسؤول عن صياغة مشروع
يتعلق بغرس هذه القيم في هذا المجتمع أو ذاك. هل الدولة هي المسؤولة أم المجتمع هو المسؤول؟ بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن مسؤولية الدولة تجاه غرس منظومة القيم في داخل أي مجتمع كان. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا نواصل الإجابة عن الأسئلة. الأخ سالم الطاهر يسأل عن قول الله تعالى في مصارف الزكاة العاملين عليها، هل المقصود في القرآن هو الموظف الذي يتقاضى مرتب من الأوقاف أم لا؟ العاملون عليها هم كل من يكلفوا سواء من دولة أو من غيرها بجمع الزكاة من الناس، لكن نعم بالنسبة إذا كان الأوقاف عندها مكتب هو الذي يجمع الزكاة فهذا هو العاملون عليها. لكن بالنسبة لعل سؤاله هو هل يعطون من مال الزكاة أو لا، هذا نص العلماء على أن من كان لهم يعني مرتب من الدولة أو من غيرها فهؤلاء يعني لا يعطون من مال الزكاة ولا يشملهم قول الله عز وجل والعاملين عليها، وإنما يشمله من كان لا راتب له. نعم نعم. طيب معنا اتصال الأخت جميلة من طرابلس. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت جميلة. هل يجوز الزكاة على أرملة هي وابنتها في بيت مع إن لهم مرتب فقاعد والبيت ليس صحي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز الزكاة على عائلة يتامى تتكون العائلة من 7 أفراد وعندهم مرتب ويقيم معهم مرتبهم الزوجة الأخرى في بيت واحد ولكن كان الأكل والشرب مع بعضهم وعندهم 2 من البنات هم أخواتهم من الزوجة الثانية عندهم مرتب الابنتان؟ طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله يبين القاعدة العامة في مثل هذا الأمر، لأن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج معرفة الظروف وهل تكفيهم هذه الأموال أم لا، لكن إن شاء الله الشيخ يبين القاعدة العامة في هذا الأمر. بارك الله فيك يا أخت جميلة. طيب شيخنا الأخ حاتم من البيضاء يسأل، يقول زكاة الفطر بياخذ عدة زكوات من مجموعة 4 أو 5 أشخاص يعطيها لشخص واحد، هل هذا جائز أم لا؟ أولا نعم يجوز إعطاء عدة زكوات لشخص واحد ويجوز تفريق زكاة واحدة لعدة أشخاص، كل ذلك جائز عند المالكية. نعم قال لما يعطيها للفقير هل يقول له مثلا هذه من فلان وفلان وفلان؟ لا ليس بالضرورة. نعم نعم. الأخ فاضل من جالو يقول ذكرتم في حلقة سابقة أن الذي يتكرر منه الذنب ويصر عليه أكثر من مرة هذا لا يغفر الله له. لا لم نقل ذلك. هو كأن التبست عليه قصة القتل والشرك أن الله لا يغفر الشرك. حكاية الشرك الحاجة الوحيدة هذه أو الذنب الوحيد الذي يعني الله سبحانه وتعالى نص على أنه لا يغفر لصاحبه إذا مات على ذلك. أما يعني ما لم نقل يعني إذا تكرر الذنب نعم لا يغفر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لمن يشاء ويغفر جميع الذنوب بلا شرك كما ذكرنا، ولذلك لا نعم. هذا فهم ومن أصر على ذنب وكرره ثم تاب تقبل توبته. نعم التوبة لا يتحكم فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. من السلام عليكم. أم هبة انقطعت اتصال مع أم هبة. طيب سؤال الثاني شيخنا، هل يقرأ القرآن من غير وضوء؟ نعم يقرأ من غير وضوء إذا كان عن ظهر قلب. نعم. أما إذا كان من المصحف فالطهارة عند كثير من الناس شرط لمس المصحف وليس للقراءة. نعم فإذا
إذا كان عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ من المصحف من 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 بغير وضوء، وإذا كان من المصحف فلا بد أن يتوضأ لأجل مسه. نعم. طيب الأخت زينب من طرابلس تسأل عن زكاة الذهب، تقول بلغ الذهب تظن أنه هو نصاب، ذهبت إلى السوق واحد قال لها هذا بلغ نصاب واحد قال لها لا، وهو الذهب أنت ذكرت لهم يعني 85 جرام من الذهب ذكرت، فهل عندها 85 جرام من الذهب؟ هي وكأن الذهب المصنع هذا يخش فيه بعض الفصوص وكذا، وهني مرات الوزن ما يكونش منضبط، لكن هي قالت 31 ألف دينار، هم الاثنين قالوا هذا يعني قيمته 31 ألف دينار، لكن واحد قال لها هذا بلغ نصابا واحد قال لها لا لم يبلغ نصابا. من حيث القيمة؟ من حيث الوزن يعني أقصد صافي الذهب يعني. صافي الذهب ما قالهاش كم جرام. لأن الذهب يعرف بالجرامات. نعم. 85 جرام من الذهب هذا هو النصاب، وما أقل من ذلك ليس نصابا، وأكثر من ذلك ما بولى نصاب. ما أناش أعرف. نعم. يعني هي تشوف الصافي الحاجات المصنعة في الذهب الفصوص وكذا لا تحسب في النصاب. نعم إذا أمكن أن تعرف فلا تحسب. نعم. طيب معنا اتصال الأخت مريم من وين؟ مريم من أباري، السلام عليكم. انقطع الاتصال بمريم. الأخت ماجدة من قصر بن غشير تقول عندها مبلغ ورثته من زوجها وتريد أن تخرج فدية الصيام عن أمها وزكاة الفطر عنها، هل هذا يصح أم لا؟ أخذت من زوجها ميراث. ورثته. ورثته من زوجها. نعم بالنسبة لزكاة الفطر هذه عند المالكية لا تخرج عن الميت. لا هي تبي تخرج عن أمها، تبي تعطي عن أمها فدية الصيام لأن أمها ما تقدرش تصيم، تبي تعطي بدلها زكاة الفطر. يعني ممكن هي بعدنا ما عندهاش اصلا لا تملك شيئا امها، ليس واجبا عليها، هي ليست واجبا اصلا، يا قلنا مستحبه استحباب، لكن هذا انما اذا ارادت ان تهب امها من هذه النقود حتى تخرج زكاه حتى تخرج الفديه التي ذكرنا. نعم بامكانها ان تفعل ذلك. نعم. طيب معنا اتصال الاخ سالم من جدابيه، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. مرحبتين بك أخ سالم. مرحبتين بك. تفضل. الله يسلمك. قلت لك من بالك مع برنامج المكتب، عمولة المكتب. عمولة مكتب. لا. أخ سالم. لكن شنو بنفع هذه حرام؟ أنا ما سمعتش الصوت، انقطع الاتصال أو قطع الصوت عندي، فلو تعيد عمولة مكتب أي مكتب؟ أخ سالم لو كنت في الاستماع. انقطع الاتصال. طيب الأخت جميلة من طرابلس شيخنا تسأل هل يجوز زكاة على أرملة هي وأولادها وينزل لها راتب من الضمان؟ وكذلك هل يجوز الإنفاق على عائلة من اليتامى تتكون من 7 أشخاص وعندهم راتب وفي وحدة من البنات عندهم راتب؟ القاعدة العامة في مثل هذه الأمور يعني. هذه القضية كما ذكرتم في أثناء السؤال نفسه يعني تعتمد على كثير من الظروف، يعني كم العدد ذكر، لكن في أي بيئة وما هو مستوى المعيشة في الخضم الذي يعيشون فيه، هذه أمور لابد من معرفتها حتى نعرف معرفتها حتى نعرف ذلك. فالقاعدة العامة أن الفقير والمسكين سواء كان الذي لا يملك شيئا أو الذي لا يملك قوت عامه يعني هذا الذي يعطى الزكاة، وهذا يقدر حسب ما تقدرش تدير قاعدة عامة للناس جميعا، هذا يعتمد على أي بيئة ويعني البيئة التي يعيشون فيها وكم تنفق هذه البيئة في الشهر. نعم بس نعرف في السنة كم، وهل عندها أشياء أخرى خارجة عن الزكاة أو لا، كأراضي وسيارات ومباني
وليس أو ليس عندها ذلك، كل ذلك لا بد من معرفته حتى نحكم بأنه يجوز أن تدفع لها الزكاة أو لا. نعم طيب بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال أخ يوسف من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم أخ يوسف. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخو يوسف، تفضل سؤالك. أنا بقول لك، قول للشيخ بالله يدعي ربي يشفيني يوم جمعة الساعة استجابة. أبشر إن شاء الله. بارك الله وفيك بارك الله. يوسف أيضا يطلب الدعاء اليوم، حلقة الأدعية. ربي إن شاء الله الدعاء بالتيسير. نعم ربي يوفق كل من كان مؤمنا وتقيا وخائفا من الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. آمين يا رب. نعم وأن يشفي المرضى بعون الله تعالى. نعم اللهم آمين. الأخت أم عبد الله تسأل، ما حكم رجل متزوج ثم أراد أن يتزوج وخطب فتاة وتركها بسبب رفض زوجته للزواج؟ تركها كيف يعني؟ بعد ما عقد عليها، بعد ما خطبها، بعد ما خطبها. هذه الخطبة لا توجب زواجا هي، لكن إنما يقع تقع الخصومات في مسألة إذا أهدى إليها شيئا، هذه الخصومات تصير بين الناس. أما حكاية خطبة ثم لم يتزوجها يعني عدل عن ذلك، فهذا إذا كان هو يعني يخاف على الهدي التي خطبها أن يؤثر ذلك فيها فقد ارتكب إثما، ولا شيء فيه غير ذلك. نعم لأن ربما هذا يؤثر عليها عند الآخرين. لا أكثر ولا أقل. نعم طيب شيخنا، معنا اتصال الأخ من إلهام، إلهام من جدابية. السلام عليكم. السلام عليكم. ما فيش صوت عندي. السلام عليكم. انقطع أيضا. الله المستعان. طيب الأخت سومة تسأل عن أهمية صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان وأفضل وقت لها. أهميتها لا تحتاج إلى شرح، لأن العشر الأواخر هذه مفضلة وهي أفضل من بقية الأيام، هذه واحدة. وكلما كان الزمن له ميزة في الأفضل أو الأفضلية فإن هذا يشمله القيام بالأعمال الصالحة في العشر الأواخر. أما أفضل وقت لذلك هو الثلث الأخير من الليل، يعني هو من بعد صلاة العشاء، كل تهجد وكل إن شاء الله مقبول وكل يعني مثاب عليه الثواب الجزيل. لكن إذا فاضلنا بين الأجزاء فإن الثلث الأخير من الليل هو أفضلها. نعم طيب الأخ محمد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد. أيوه تفضل. بالله أيوه ما فيك. أي تفضل أنت على الهواء، تفضل بسؤالك. السؤال الأول بالله يا شيخ، أنا عندي متقاعد في 2018. تمام طيب. إيه تقاعدت في 2018. طيب الضمان طبعا الملف فراح وكذا، الضمان ما حصلش فلوسي إلا تو في شهر 3 2022. طيب واعطوني طبعا المستحقات كلها يعني من 2018 به كل المرتبات اعطوني. طيب هذا كيف نطلعين من الزكاة؟ انت اعطوك اموالك مرة واحدة، دفعة واحدة من 2018. طيب السؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني عندي حوش في ثلاث ساعات. طيب عندي حوش بيت شعب وجاء فتياح، وبعدين لما جاء فتياح مشيت النصر قال لا هذا خاطر مش فتياح، فحتى البلدية طيحوا نصفه، النصف الثاني خلوه لما عرفوا انه مش فتياح، النصف الثاني خلوه لنا فيه تعويض على موته. طيب فهل الورد هذه من حقي ناخذها ولا ما ناخذها؟ شنو اللي من حقك تاخذها ولا لا؟ هي الارض بس تو خلاص هو طيب فوق تم
هو أسقطوا البيت وعطوك تعويض بعد إسقاط البيت، لأن بيتك هو مش في المخطط مفروض، مش ما يطيحش يعني. بعدين هم شروا في المخطط. أو قطعة الأرض هي ملكك الآن ولا لا؟ إيه تو هي تعتبر تو نقدر نأخذها ولا ما نقدرش نأخذها. لأن أنت واضح أنت يعني قبل أن يهدموا بيتك عطوك تعويض عليه، لأن هو يبي بيمشي في المخطط، بعدها قالوا لك لا هذا ما هوش في المخطط اصلا. ايوه المصرف قال لي مش في المخطط. هل تاخذ قطعه الارض هذه ولا لا؟ طيب واضح السؤال. سؤال اخر، هل الحق ناخذها ولا ها؟ ناخذها قطعه ولا يعني الحق تسمع الاجابه ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا شيخ، بارك الله فيك، الله يسلمك. طيب شيخنا الأخ محمد من طرابلس يقول هو متقاعد من 2018 ولمشاكل في الضمان وكذا ما نزلنش معاشات الضمان بتاعته، قال بعدها نزلوها مرة واحدة في عام 2022، فكيف يخرج عليها الزكاة؟ الزكاة تفرض عليهم بعد أن يستلم هذا المبلغ لا الأيام التي فوتوها عليه. فالآن لما وصلتها نعم هو هذا هو ملكها، ولذلك إذا انقضت مدة، إذا كان هو ما عندهاش جدول للمرتبات في مسألة إخراج الزكاة وإنما على الأموال هكذا وخلاص، يعني ينتظر بها حولا آخر حتى يمر عليها ثم يخرج زكاتها. نعم نعم. سؤال الثاني يقول إن هو البيت متاعه جاء كأنه في مخطط فهدم بسبب ما، وأخذ على هذا الهدم تعويض، وبعدها تبين أنه هو مش في المخطط يعني، فيسأل هل قطعة الأرض الآن موجودة وقالوا أنها هي مش في المخطط، هل يمكن أن يأخذها ويتملكها ويبني فيها أم لا؟ قطعة الأرض التي هدم بيتها هدمت هي له وعليها بيت، لكن هو واخذ تعويض على هذا الهدم. نعم. فالآن يسأل بعد الهدم قالوا له هذه القطعة الآن مش في المخطط أو كذا، الله فهل يأخذها أم لا؟ والله ما نعرف الظاهر، والله أعلم، يعني أن التعويض على البيت نفسه وأما قطعة الأرض فهي له. نعم نعم. لا إذا كان نص لائحة التعويض متاعهم نص على أن هذه تملكها الحكومة من جديد، خلاص ليس له شيء لأنه أخذ التعويض. يعني هو يخضع للقانون ويخضع لقضية هل فعلا هذه الأرض تملكها الدولة أم لا حسب الاتفاق الذي بينهم. نعم نعم. طيب معنا اتصال أخير، الأخت إلهام من جدابية. السلام عليكم. عليك السلام. تفضلي أخت إلهام. بناء على عمولة المكتب هل هي حلال أم حرام؟ عمولة المكتب أي مكتب؟ ما فهمتش السؤال أنا. السؤال نحن نعطوهم مثلا فلوس ويطلعوا منحة الأبناء، عرفت شو؟ ويطلعوا منحة ما نعطوهم فلوس يعطونا نقصات، نحن نعطوهم الرقم الحساب وهي يعطونا فلوس نقصات. يعني ياخذوا منها 30%. هم يديروا الإجراءات وبناء عليها ياخذوا هذه الأموال. نعم. طيب يعني مش مثلا جهة حكومية تاخذ في لا في نظام مكتب بتاع عقارات، مكتب خدمات يعني، مكتب خدمات. ايوه طيب جاوبك أيوة. شيخ ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام بارك الله فيك. الاخت الهام شيخنا من جدابيه تسال تقول عموله المكتب، تقول مكتب تعطيه اموال، مش تعطيه اموال، هو ينهي لك بعض الخدمات في منحه ارباب ابناء الابناء وكذا، ينهي الاجراءات والملفات وياخذ عموله 30% من هذه المنحة لما تنزل. هي هذه خدمة جائزة، لكن أنا أخاف أن لا يكون الأجر معلوما، فكيف يأخذ النصف أو الربع 30% أو كذا؟ 30% تأخذ 30% من أنا لما سألتها قالت إن كأنها مقابل الخدمات اللي تدير فيهن المكتب، إنه متفقين في هذه، لكن ما ترتبطش بأجر غير معلوم. يعني 30% منين؟ من المنحة إذا نزلت. والمنحة هذه كبيرة وقد تستمر والله لمرة واحدة. حسب الاتفاق قالت لما يجيبوا لنا الفلوس يجيبوه لنا ناقصات، ياخذوا منهم 30% لما يجن.
هذه في الأول مرة تكون. نعم. في هذه الحالة جاهز. نعم. نعم. أخذ الأجرة على الخدمة. نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي في حلقة غد إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى.